المصري المشرف العام على منتخب مصر الاولمبي وطبعا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. ازيك يا كابتن حماده؟ بيك. كابتن حماده. ايوه كريم، اهلا بيك. اهلا بيك يا كريم. ازيك يا كابتن حماده؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله، كله تمام؟ كله تمام جميل يعني الحمد طبعا لله. مبروك كده مقدما ان شاء الله، ما شاء الله منتخب مميز، منتخب واعد مع حضرتك والكابتن حسام البدري، كابتن اسامه عرابي وكل الجهاز الفني. لكن ان شاء الله يعني التوفيق بقى يكون لنا في الماتشات المهمه، الماتشات الرسميه ان شاء الله. والله هو مؤشر بالنسبه لنا، مؤشر جيد والخطوات الحمد لله يعني نقول مقبوله بشكل كبير جدا، وان شاء الله باذن الله يعني احنا عدينا العده بالنسبه لنا يعني على قد ما نقدر نجتهد، وكل واحد فينا بيخلص في شغله، وزي ما اتفقنا قلنا ان عملنا عمل جماعي. أيوة. كل واحد في دوره وكل واحد في اختصاصاته، والحمد لله النهارده استفدنا استفاده كبيره جدا من المباراه بعيدا عن المكسب يعني. ايوه قدرنا النهارده نجار، انا على فكره انا بكلمك وانا في مطار شرم الشيخ يعني نزلنا القاهره دلوقتي. تمام. فقدرنا نجرب النهارده كريم نزل في راس الحربه وادانا شكل بشكل مقبول. شفنا رامي ربيعه كنا عايزين نطمن عليه، مصطفى فتحي ريحنا كهربا النهارده، عندنا برضو معدل محمد هاني محمد حمدي، طمنا على الاثنين المساكين الناس في نص الملعب سواء فتحي او محمد اشرف او صالح جمعه، طبعا ريحنا النهارده محمد سالم، شاركنا حسين رجب ونجيب شكري بشكل مهم جدا برضو بين كل، انا شايف اللعبه كلها قريبه من بعضيها والحمد لله كله عنده حماس. واحنا الحمد لله حطينا القايمه النهارده دلوقتي حالا، فهسلمها. تم استبعاد مين يا كابتن؟ لا مش هتكلم في الاستبعاد، انا هسلمها لشادي او من نوصل القاهره ان شاء الله. شادي جيلان. هو كام واحد هيتم استبعاده؟ اثنين ولا ثلاثه؟ لا يعني بص احنا هناخد معانا 22 واحد. اللي هيبقى بره القايمه هيبقى حدود اربع افراد. ايوه. بما فيهم من اصابه حمد محمود حمد. محمود حمد بره عشان مصاب. فهيبقى معانا ان شاء الله باذن الله في حدود 22 لعيب. 21 في القايمه، واحد ستاند باي لاي حاجه تحصل برضه احنا هناك. ايوه. وزي ما قلت لحضرتك اول ما اوصل القاهره ان شاء الله هسلمها لشادي وبكده عيننا. طب ايه الفرق بين القاهره وعشان اللعيبه يعني ما تعرفش في المطار يعني في الطياره ما يزعلوش بفضل الامور بفضل الامور ما نحرجش اللعيبه في المستبعدين. وفي ناس لازم برضه يعني احنا شايفين اللعيبه دي كلها بذلت معانا مجهود كبير جدا، فلازم برضه يبقى نراعيها نفسيا، ان احنا محتاجين كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله ربنا. هيبقى استبعاد حارس مرمى ممكن يكون محمد فوزي مع محمود حمد وفي اثنين كمان صح؟ بالظبط كده. ان شاء الله كمان ان شاء الله. ان شاء الله لا مفيش مشكله يعني ما تقعد تكرجرني بقى كريم لغايه ما اوصل الكهرباء. لا بس والله انا مبسوط يا كابتن من الروح اللي موجوده في المنتخب، مبسوط من النظام اللي انتوا عاملينه سواء حضرتك او كابتن حسام والجهاز الفني. الباقي بقى الرجوله في الماتشات، يعني احنا معانا لعيبه جامده ومعانا لعيبه كويسه هو المؤشر يا كريم اللي واضح قدامنا ان اللعيبه دي لعيبه منضبطه ملتزمه. أيوة. روحها عاليه جدا. عاوزين يعملوا حاجه لبلدهم ودي سمات ويعملوا حاجه لنفسهم كمان، ده تاريخ ليهم يا كابتن حماده، الاولمبياد دي تاريخ. خلينا نحط بس سمات احسن كمان، ما احط حاجه ليا دي موجوده وحاجات شخصيه، انا عاوز ابني حاجه لنفسي احترف بها بشكل قوي، اعمل لي مثلا ماده افضل، اكون مشهور اكون معروف، يعني دي حاجات دي كلها مطلوبه. صح. شخصيه، لكن انت بتحط هدف اكبر من الحاجات دي كلها، اسم بلدك والعالم بتاعك لما ترفع بشكل قوي جدا توصل للاولمبياد، وتخيل العالم كله بيتفرج عليك لو انت رفعت علم بلدك كمان، الحاجات دي بتبقى افضل واحسن للعيب من تقول له هتبقى هتحترف، لا حط له حاجه تحس ان مصر كلها عاوزاها، العالم العربي كله عاوزاه، افريقيا كلها مستنيه. أيوة. دي حاجات بنحاول نبثها في الولاد. الحمد لله زي ما احنا شايفين كل مباراه اي حد بيغلط بنحاول نقعد معاه. عاوزين يبقى عندنا مستوى البدني عالي، مستوى المهاري عالي، مستوى الاخلاقي عالي، الناحيه النفسيه مهمه جدا بالنسبه لنا، بنراعيها بشكل قوي جدا، عاوزين نوصل نقطه التعادل، يعني التعادل ايه؟ لا لعيب يبقى عنده احباط ولا لعيب يبقى عنده ايه؟ ريلاكس، يعني عاوزين نوصل نقطه كلنا متفقين عليها نشتغل بروح واحده بهدف واحد. وان شاء الله باذن الله يعني نفرح الشعب المصري كله. كنتوا طلبتوا طياره خاصه كابتن للسفر للسنغال، وبعدين وزاره الشباب النهارده ردت قالت ان يعني الامكانيات الموضوع اتاخر شويه فمش هنلحق نوفر الطياره الخاصه. لسه في كلام برضو لسه ما قفلناش الموضوع. طب كويس، ما قفلناش يعني في اتصالات والموضوع مفتوح. وان شاء الله باذن الله خد بالك انت
الجزائر 4 ساعات، انت بتتكلم في 17 ساعه، فبرضه انت بتوفر. وبعدين الفرق كله مش هيبقى كتير، يعني انت بتتكلم مش حاجه كبيره، لان البعثه 35 واحد. ايوه ايوه، التوفير انت بالنسبه لك انت كل واحد فينا بيحط مجهود، فالوزاره محتاجينها معانا زي ما عملت مجهود جميل ومحترم مع المنتخب الاول. أيوة. ان شاء الله باذن الله تأزر المنتخب برضه في السفريه. طيب لو 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 طياره عاديه، طيران عادي، السفر يبقى يوم الاربع الساعه كام؟ لا، هيبقى السفر يوم الثلاث. ثلاث مش الاربع. الثلاث بالليل. ثلاث بالليل. بالليل. يعني لا صباح الاربع يعني. بالظبط كده. فجر يعني الاربع. احنا مسكين 24 بالليل. او 25 الفجر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يعني بالتوفيق يا كابتن حماده. الله يخليك. انا مطمن الفرقه دي ان شاء الله، بس يعني طبعا هو بقى يعني يبقى التوفيق والرجوله بتاعت اللعيبه في الماتشات ان شاء الله. ربنا كريم ان شاء الله احمد باذن الله. سلامي لكل اللاعبين يا كابتن والجهاز الفني. الله يخليك، بشكرك يا كريم. بشكرك يا كابتن حماده. الله يخليك. شكرا جدا. نشكر كابتن.